ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسول المواطنين، يعني مع الموجة ديال الغلاء وعيد التبعيد وعيد الأضحى على الأبواب، شحال اللي قدكم في الصالير في الشهر باش تعيشوا مرتاحين؟ لا بغيتوا تعرفوا شحال أجوا معايا. السلام عليكم. عليكم السلام. دابا كتعرف بأن هاد الموجة ديال الغلاء أيه وعيد التبعيد أيه وكاين عيد الأضحى على الأبواب، أنت كمواطن أنت كمواطن مغربي شحال اللي قدك الصالير في الشهر باش تعيش مرتاح؟ باش تعيش مرتاح أنت يعني شحال اللي قدك يعني باش تواجه هاد الأعياد، الدخول المدرسي، الوليدات؟ دابا الوليدات كبروا عندي تبارك الله، الله يبارك حفايضي، الدخول المدرسي وداك الشيء، حتى شنقول لك خاصني أضعف إيمان 150 ألف ريال في الشهر، هذه بالريال 150 ألف ريال تقدك؟ 150 ألف ريال تقد، ولكن يكون السكن إنسان عنده الملك ديالو، حيت السكن غالي، تكون عنده الدار ديالو، تكون عنده الدار ديالو. دابا مثلا 150 ألف ريال شديتها في الشهر ديال العيد، شحال تقدر تجهدك باش تشري الحولي؟ ما نفوتش شي 50 ألف ريال. وتشيط لك 100؟ هو تشيط 100 100 عاوتاني نحلق بها على المصاريف وهادي ونشط وليدات وهادي شويه عطريه كذا، اي وماشي بحال المسؤولين، والمسؤول علينا هو الله سبحانه وتعالى. الله يرطب القلوب، الله يرطب القلوب، والكرش الشبعانه راه ما كتحش بالجيعانه. بكل دابا كتعرف هاد الموجه ديال الغلاء وعيد التبعيد يعني وعيد الاضحى على الابواب، يعني شحال قدك في الصالير في الشهر باش تعيش مرتاح؟ وفي هاد البلاد هادي راه اللي عطاوك ما غاديش يكفي، مع هاد الموجه ديال الغلاء وكذا والزيادات، كتشوف اي حاجه زادوا فيها واحد المليون مليون يلا حتى مليون وما دير والو، الناس اللي كيتخلصوا بمليون وما كافيهمش وكيبكي، ما خليك الناس اللي كتصور بعينها في 20000. شحال قدك تقريبا انت؟ انا مليون تقدني؟ مليون تخرج راسي يعني. تخرج راسي ولكن انت ما مجوج ما والو؟ لا ما مجوج، لا اذا كنت مزوج هذه مليون، اذا كنت مزوج، اما بحال هكا شي 4000 درهم 5000 درهم تقدك. شحال يطلع الاجور؟ شحال يدير لك؟ ويدير السميك، بعد يدير لي واحد 5000 درهم السميك في المغرب كامل. تقدك 5000 درهم؟ تقد 5000 بكل تواضع. تحياتي. شكرا. الموجه ديال الغلاء وعيد التبعيد وعيد الاضحى على الابواب، شحال قدك في الصالير في الشهر باش تعيش مرتاح؟ اخويا تقريبا واحد 10000 درهم بحال هكا. 10000 درهم؟ 10000 درهم. مليون؟ يلا تكافى مع هذا الشيء، مع كل شيء غلا، اي حاجه حطيتي على يدك دابا راه عفوا. لا دابا عطيناك مليون تعيش في الشهر تعيش مرتاح؟ وا بالنسبه لي انا مليون بخير يعني، يلا تكافى مع. ما مجوجش انت؟ مازال اخويا باقي يعني. مليون يلا تقدك؟ مليون يلا تقدك. وبالنسبه اللي مجوجين وعندهم وليدات؟ والله يحسن العوان، اللي عنده الدراري واللي عنده الكرا واللي عنده هذا، راه الله يحسن العوان، خصو التريبل ديال ديك مليون، راه خصو بزاف، والله يهديهم ويديروا لنا شي مليون الشهر بكل تواضع. شكرا. تحياتي. ولا مليون ونص؟ قول مليون. عام مليون ما يلا شويه كتكفى بها، مليون يلا مليون تعيش مرتاح مع غلاء الاسعار، ولا تعيش شويه بعدك مع هاد الزيادات وهاد الشيء، هالبوطه هذا الى اخره، فهمتي البليات بنادم من فهمتي الى اخره، بلا ما نذكروا في هذا الشيء. المهم بنادم دابا عطيناك مليون تعيش مرتاح؟ وعيش بحذاء، نشوف واحد مع هاد العيد تا هو شي حوالي اوكازيو تا هو يكتلف درهم ولا شي حوالي اوكازيو، ويكون اوكازيو قال لك شويه غيجيبوا لك كوسيه الصبوني، ويقول لك تا هما قال لك ثمان، ما عرفتش شكون ثمان، واش ديال هذوك ولا هذوك، والله ما عرفتش واش ديال هذوك ولا ديال الاخرين ديالنا حنا، تيقول لك هذوك راه ما بنانش، واش باش يبيعوا؟ ما فهمتش داك الشيء ديالهم يا انا، والله ما فهمتش بكل تواضع. قال لك غيديروا فيهم طانكا ويديروا فيهم البري، داروا هذه القضيه مزيانه، البري ديال الحولي ديال رومانيا والصبانيا ولا ما داك الشيء، غيديروا البري ديالهم وداك الشيء، لكن نشوف شي حولي اوكازيو. دابا لا انت كتشد مليون يعني للشهر، شحال غتاخذ هذا الحولي؟ شحال جهدك باش تاخذ الحولي؟ الحولي تاخذوا بديك 3000 درهم 4000 درهم مثلا، ولا هذه ولا تاخذوا بديك 2000، ولا كاع حنا بغينا شي واحد داك الشيء اللي شاط لك غتسير به الشهر، وفي راه تسير الشهر واش هذا الشيء دابا غير كاين دابا ديال الزيادات ولا اخره ولا هادي، الله يهديهم. انا فين غادي هذا الشيء دابا؟ كنشوف هذا الاجراء اللي كاين في البلاد دابا، شكون يديروا هما انتوما هذه الزيادات؟ نقول صراحه الريحه عطات، شكون اللي يديروا؟ والحكومه ديالنا شكون اللي يدير هذا الشيء؟ الحكومه قال لك حنا غنديروا معكم زوين هذا، حنا دابا كيقول لك غيزوروا ما يعطيونا شي حاجه ملي بداو في الحكومه، قال لك ياك راه دعموا الفلاح وهذاك الشيء اخويا عمرو. هذوك هاد المغرب هاد الساعه اخويا الاسعار تزاد، كلشي تزاد خويا، ما نكذبش عليك، دابا 3 المليون كاع ما واكله دابا والو،
3 المليون ما واكله دابا 3 مليون في الشهر والو اخويا راه 3 المليون في الشهر راه ما دايره دابا حتى حاجه دابا انت خاصك 3 المليون تشد في الشهر بكل تواضع خويا 3 المليون باش نعيش بخير وبخير وهذا الزواج والعائله وهذا اخويا راه بزاف 3 المليون 3 المليون اخر ثمن اخر ثمن 3 المليون الا بغيتي تعيش في هذا الوقت هذه وقت اخر عاوتاني راه تقدر تكون عاوتاني الزياده ولا درنا عطيناك 3 المليون في الشهر شحال غتاخذ الحولي يعني ديال العيد الكبير مثلا خويا بارك عليها ديال 3000 درهم بارك تشد 3 المليون وتاخذ ديال 3000 درهم 3000 درهم على قياسنا ونمشيو عاوتاني راه كاين شي حاجه اخرى عاوتاني باش غتزيد لقدام عاوتاني باش دوز يعني حيت راه تجيب الله عاوتاني الظروف عاوتاني يقدر يمرض شنو 3 المليون بلا ما نمشيوش نلوحوا راسنا في البحر ما عطيتو انا راه غنبدا نغامروا بحياتنا تبحر بكل تواضع تبحر حتى نصبحوا راسنا حنا في الصبليون تحياتي تحيه لكم.